بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو راح نحكي عن الويب كاشينج، والويب كاشينج هي طريقة واحدة من الطرق اللي تستخدم لتحسين البرفورمانس والجول في حالة الويب كاشينج is to satisfy client requests without involving original server. يعني إذا الكلاينت بيقدر يحصل على الإشي اللي بده إياه بدون ما يروح على الاوريجينال سيرفر، بنكون احنا حققنا نقله نوعيه في البيرفورمانس. فالكلاينت هذا اذا طلب شغله ولقاها هون على الويب كاش وما راح ما قطع كل هالمسافه لغايه ما يصل السيرفر ويرجع، بنكون احنا حسنا في البيرفورمانس. والويب كاش هذا هو عباره عن سيرفر، احنا لما بنعمل له انستليشن بيكون اصلا الويب كاش هذا ضمن مؤسستك وضمن اللوكال اريا نتورك تاعتك. فاذا قدرت تجيب معلومات من الويب كاش او من الكاش سيرفر، فانت بتكون جبتها لوكالي من الشبكه تاعتك، بتقدر تجيبها بشكل اسرع بدل ما تروح على الاوريجينال سيرفر برا على الانترنت وتجيب المعلومات من برا، وهي العمليه بتكلفك تايم او بما معناه بتعمل لك ديلي، وهذا غير مرغوب بيرفورمانس وايز. فبالتالي الكلاينتس في حاله استخدام الويب كاشز، اليوزر كونفيجرز براوزر تو بوينت تو ذا لوكال كاش، يعني حتى هذا البراوزرز بيكون في من السيتنجز عليها انه وين البروكسي سيرفر او وين الكاش سيرفر، فبينحط انه اوكي هذا الكاش سيرفر تاعنا موجود في المؤسسة على 10.10.10.5، وهذا بكون الاي بي، هذا هو الاي بي اللي خاص بالويب كاش على سبيل المثال. فالكلاينتس كونفيجرد تو اكسس الويب كاش، تمام. البراوزر سينس اول اتش تي بي ريكويستس تو كاش، الريكويست هون ما بتروح برا مباشرة، لا، أي ريكوست بروح على الكاش زي ما رايحين نشوف بعد شوي. إذا كان الأوبجكت موجود بالكاش بيرجع، إذا الأوبجكت مش موجود بالكاش الكاش بيجيبه من برا وبرجع لك إياه. نأخذ المثال، نحاول نمسح الشاشة. الكلاينت عماله بيطلب ريكوست لأوبجكت من الويب كاش، لنفرض بده صفحة معينة سبيسيفيك، لنفرض إنها cnn.com/index.html. هلا حاول يصل للويب كاش، ما لقاها بالويب كاش. الويب كاش اللي موجود داخل مؤسستك on behalf of you بروح بيطلبها، وين بيطلبها؟ من برا، بيجيبها من cnn.com من برا مثلا على سبيل المثال، وبرجعها بخزن نسخه منها في الويب كاش وبترجع لعندك. كمان مره نعيد الخطوه هاي كمان مره. الكلاينت بيطلب اوبجكت ما لقاهوش، الويب كاش بيجيبه ليه من برا، بخزن نسخه عنده وايش ترجع للكلاينت. المثال الثاني، لنفرض انه هذا الكلاينت بده يجيب نفس الصفحة اللي طلبها الكلاينت السابق، بده يجيب نفس الصفحة. لاحظ الصفحة هاي اللي بدنا إياها الآن موجودة في الويب كاش، فإذا بده يطلبها الكلاينت راح على الويب كاش لقاها بالكاش ورجعت لعنده. فلاحظ الخطوة هاي، الخطوة الثانية أخذت وقت أقل، ليش؟ لأنه بالمرحلة هاي الصفحة اللي تم طلبها موجودة بالكاش، بينما بالمرة السابقة أخذ الوقت كامل، راح للكاش طلع برا على الانترنت ورد رجع في الراوند تريب، رجع مرة ثانية لعند الكلاينت. أما هون مباشرة راح للكاش ورجع، فالوقت هون راح يكون أسرع في الحصول عن الصفحة منه هون لغاية، لأنه هذا بيطلع أوفر الانترنت كامل، تمام؟ الويب كاش او الكاش سيرفر، الويب كاش عاده يسمى احيانا الكاش سيرفر، بيشتغل مرار كلاينت ومرار سيرفر ات ذا سيم تايم. يعني مثلا
في الحالة الثانية هون لما رحنا جبنا صفحة وصلت لعند السيرفر، سيرفر موجود عنده برجحها لأنها موجودة عنده، فالويب كاش اشتغل كسيرفر. لكن في الحالة الأولى، في الحالة الأولى الكلاينت طلب صفحة من الويب كاش أو أوبجكت ما لقاهوش، فالويب كاش بده يشتغل أصلاً، يشتغل ككلاينت بحيث أنه يتصل مع السيرفر اللي برا وترجع له الصفحة. فنفسه هو بيشتغل دور الكلاينت، بس ترجع له الصفحة بيشتغل دوره كسيرفر بحيث أنه يرجع الصفحة المطلوبة لعند الكلاينت. فالويب كاش أو ما يسمى أحياناً أو غالباً بسموه كاش سيرفر، الويب كاش بيشتغل as both client and server زي ما وضحنا. طيب السيرفر tells cache about objects allowable caching in response header، يعني في بعض الأوبجكتس ما بينفع إنه نعملها caching لأنه هاي بيصير عليها frequent changes، فبالتالي السيرفر بيخبر إنه هاي الأوبجكت بالذات لا تعملش عليه caching، no caching، بينما objects معينة نقدر نحط عليها lifetime عمر، إنه الماكسيمم ايج عمر الصفحة هاي مثلا كذا ألف سنة مثلا، ممكن عفوا كذا ألف سكند مش سنة، ممكن يعادل بالأخير عبارة عن يوم مثلا أو يومين أو ثلاث أو أسبوع أو أسبوعين حسب شو المطلوب. فالسيرفر هو اللي بيحدد إذا بدنا نستخدم كاش أو لا، إذا ما بنستخدم كاش بقول نو كاش بالنسبة لأوبجكت معين، وأحيانا إذا بدنا نستخدم كاش بيقدر يحدد قديش عمر الماكسيمم ايج لهذا الأوبجكت اللي بدنا إياه. ليش بدنا الويب كاشينج؟ To reduce the response time for client request. الكلاينت ريكوست إذا جابه من الكاش، الكاش موجود عندي، قلنا زي ما قلنا الكاش موجود عندي في اللان تاعتي، وراح نشوف بمثال حي لقدام كيف الكاش بيحسن بيرفورمانس. إذا جبنا الأوبجكت من الكاش طالما أنه قريب فراح يكون quickly the cache will satisfy my request، وبالتالي response time راح يكون أقل. هاي شغلة. اثنين، reduce traffic on an institution's access link. أحيانا الأكسس لينك اللي برا، أنت لما تشتري من خدمة من ISP بتشتري مثلا خدمة بسرعة مثلا 16 ميجا بت بير سكند، بيكون سعرها مثلا أقل مما لو تشتري خدمة بسرعة مثلا 32 ميجا بت بير سكند أو 64 ميجا بت بير سكند. فأنت إذا بتقلل الترافيك على الأكسس لينك برا تاعتك تقدر تعمل يوتيلايزيشن أعلى للأكسس لينك تاعتك، وبتقدر توفر مصاري عن طريق إنه الباندويث المخصص إليك تقدر تستغله بطريقة كويسة. واي ويب كاشينج هذا يعني حلو إنه عادة ينجاب هيك بسؤال سريع لطلاب يعني، فانتبهوا للشغلات إنه لا تضيعوا الكونسبتس، لا تضيعوا الكونسبتس لما بنستخدم ويب كاشينج. ليش بدنا الويب كاشينج؟ مشان أقلل من ريسبونس تايم، هاي واحد، ومشان أقلل الترافيك، تو ريديوس الترافيك على الاكسس لينك. على الاكسس لينك لازم احاول اقلل الوقت. من الاستخدامات ايضا، هاي واحد حكينا، هاي اثنين، هاي اعتبرها ثلاث. احيانا بور كونتنت بروفايدرز اللي بيقدموا خدمة و سيرفيس، بيقدموا كونتنت زي فيديوهات أو غيره، إذا قربوها من الاند يوزر وصلوها للكاش، قربوها من الكلاينتس، بتحسن نوعية الخدمة. تصور أنت مثلا على سبيل المثال كل ما تطلب فيديو له علاقة باليوتيوب بدك تروح من عندنا من هون لأميركا مشان تجيبه من أميركا وترجع، تصوروا كديش ممكن انت تكون performance penalty او تتأثر الكواليتي بسبب المسافة وبسبب time لما تجيب فيديو معين. بس تصور لو جماعة اليوتيوب منزلين الفيديوهات تاعتهم في كاش سيرفر وحاطينه عندك في الأردن، وبالتالي انت لما تصل كاش سيرفر الخاص بيوتيوب، انا مشترك مع زين او مع أمنية او مع أورنج، مجرد ما أروح على الإنترنت سيرفيس بروفايدر بدي أجيب فيديو خاص باليوتيوب،
ما فيش داعي أروح لأمريكا، بروح للكاش سيرفر اللي خاص بيوتيوب واللي موجود بجزء يكون بنفس الداتا سنتر تاع الانترنت سيرفيس بروفايدر تاعي. فبالتالي هاي بتحسن بيرفورمانس، وبتحسن بيرفورمانس بشكل 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 رائع جدا. نشوف بالله المثال هذا في شوية calculations، بس ضروري نفهم البارس منه مشان at the end of the example نكون نقدر نقدر أهمية الكاشينج، ونصل إلى مرحلة من الابريشيشن إنه why do we use caching، وإيش ممكن يوفر علي caching وإيش ممكن ما يوفر. في المثال هذا معطينا الأكسس لينك ريت سرعة بين الانستيتيوشن، هاي بتخيلها انستيتيوشن شبكة خاصة بمؤسستي، وهاي شبكة خاصة بالإنترنت. بالإنترنت الشبكة اللي خاصة بمؤسستي شابكة مع الإنترنت، الشبكة شبكتي شابكة مع الإنترنت، أرجو المعذرة تليفون قطعني، شبكتي شابكة مع الـ مع الـ مع الـ مع الإنترنت بسرعة اللي هي 1.54 ميجا بت بير سكند، تمام. هاي اللينك، ولاحظوا هاي سرعة، يعني سرعة سرعة متواضعة اللي بتشبك مثلا institutional network مع شبكة الإنترنت. لكن هاي معطية بالسؤال الراوند تريب تايم من institutional router للسيرفر 2 seconds، يعني مشان يطلع الريكوست من هون ويرجع لي، الريكوست من هون ويرجع لي بدي 2 seconds لغاية لما يروح على الإنترنت ويرجع لي. هذا نسميها الراوند تريب تايم. الويب اوبجكت سايز معطيه على سبيل المثال 100 كيلو بت، انه عاده الاوبجكتس اللي بيطلبوها الكلاينت اللي بتجيني من الانترنت، يعني هذا كلاينت بيطلب اوبجكت، هذا كلاينت بيطلب اوبجكت، اون افريج بقول لك اون افريج بشكل عام انه الاوبجكتس اللي مطلوبها من الانترنت حجمها حجم كل اوبجكت 100 كي. والريكوست الافريج ريكوست ريت فروم براوزرز تو اوريجينال سيرفرز، هذول البراوزرز الموجودين مؤسستي بيطلبوا اوبجكتس بافريج اي افريج، الافريج ريكوست عباره عن 15 ريكوست بير سكند، 15 ريكوست بير سكند، يعني بيطلع من مؤسستي 15 ريكوست بير سكند. في كل ريكوست بنجيب اوبجكت حجمه كام، حجمه كام 100 كي. الافريج داتا ريت تو براوزرز، الافريج داتا ريت تو براوزرز من هون لغايه البراوزر 1.5. ال 1.5 منين جابها؟ قال لنا انه في عندنا 15 ريكوست بير سكند، 15 ريكوست بير سكند، كل ريكوست بيجيب لي اوبجكت حجمه 100 كي، 100 كي، تمام. ف 15 ريكوست بير سكند، 15 في 100 كي اللي هي عبارة عن 1500 كي بير سكند، وال 1500 كي بير سكند إذا قسمت ال 1500 على 1000 مشان تحولها لميجا بت بير سكند تطلع عندك 1.5 ميجا بت بير سكند. طيب الأكسس لينك يوتيلايزيشن حسبه 0.97، الأكسس لينك يوتيلايزيشن اللي هو هذا. طيب كيف طلعت معاه ال 0.97؟ إحنا بنعرف إنه الأفرج داتا ريت على الإنترنت شو عماله بيطلع، بنزل من الإنترنت عندنا لما بيطلبوا الكلاينتس ريكوست، ترجع لي الريكوست بسرعة بيوتيلايزيشن اللي هي 1.5 هاي ميجا بت بير سكند، على إيش؟ على الأكسس لينك اللي هو 1.54. فإذا الكاباسيتي كاملة، الباندويث كامل اللي هو 1.54، قديش مستغلين منه؟ مستغلين منه 1.5. فإذا بتقسم 1.5 على 1.54 قديش مفروض تطلع عندك؟ هاي 1.5 تقسيم 1.54 قديش بيطلع الجواب؟ بيطلع الجواب زي ما أنتم شايفين 0.97 زي ما أنتم شايفينها على سلايد. فاليوتيلايزيشن 0.97 او بما يعادل 97%، اليوتيلايزيشن 97%. و 97% انا اسف، هاي مش اكس 97%. ف
فقضية إنه utilization 97% هذا يعني إنه الخط هذا مستغل 97% of the time، معناته هذا الخط is heavily loaded. فإحنا إذا بتذكروا بدنا نحاول نعمل بوز ومشان أمسح الشاشة معلش. طيب 97% utilization معناته معظم الخط معظم الكاباسيتي اللي هي 1.54 مستغلة. إذا بتذكروا بواحد من الفيديوهات السابقة بليز ارجعوا له إنه لما حسبنا AL على R، AL على R قلنا الـ A هي عبارة عن average rate اللي هي average rate اللي هي اللي هي 15 request per second، ال L اللي هي كانت طول الباكت اللي هي 100، على R اللي هو الباندويث اللي هو 1.54. لما حسبنا رسمة ال AL على R تطلع بالشكل التالي، لاحظوا انه اليوتيلايزيشن 97% قريب من الواحد. قلنا اذا اليوتيلايزيشن ابروتشز واحد قريب من الواحد معناته راح يكون في كيوينج ديليز كثيره، كيوينج ديليز كثيره بسبب انه الخط از هيفيلي يوتيلايزد وي ار ابروتشينج 1. فبالتالي اي ال على ار ابروتشز 1 في واحد من الفيديوهات بليز ارجعوا لها سابقا. طالما انه قريب من واحد اذا هون راح يصير في كيوينج ديليز، والكيوينج ديليز هاي انه لما بصير تنتظر بالكيوز راح تنتهي الكيوز ويصير بعض الباكتس يصير عليها دروب او لوس وريترانسميت. وبالتالي هذا يعني انه الديلي هون راح يكون متر اوف مينتس، ممكن يصل لمينتس بسبب ايش اللارج كيوينج ديلي، وبالتالي التاخير هون ممكن يصل لمينتس. طيب اللان يوتيلايزيشن هون كيف حسبناه؟ اللان يوتيلايزيشن احنا بنعرف انه عندنا 1.5 ميجا بت بير سكند. طيب 1.5 ميجا بت بير سكند اذا بتقسمها على 1 جيجا يعني كل ال1 جيجا بت بير سكند هاي سرعه كبيره مش مستغل منها الا 1.5 ميجا بت بير سكند. اذا بتقسمها على 1 جيجا بت بير سكند راح يطلع من عندك الجواب اللي هو 0.0015. وديروا بالكم الوحده اللي خاصه باليوتيلايزيشن ما في رقم لا ميجا بت بير سكند ولا كيلو بت بير سكند، لانه انت لما تقسم 1.5 ميجا بت بير سكند على وحده برضه بالبت بير سكند الوحدات بيختصروا مع بعض وبيطلع الرقم اليوتيلايزيشن. طيب اليوتيلايزيشن هذا لاحظوا بعيد جدا عن كونه 100%، فبالتالي انه هاي الشبكه عمالها اليوتيلايزيشن تاعها قليل جدا، لسه معنا كاباسيتي كثيره بنقدر نستغلها. وهي اجت من وين؟ اجت من انه اللان تاعتنا سرعتها 1 جيجا بت بير سكند. طيب نشوف الاند تو اند ديلي. الاند تو اند ديلي هسه لما اطلب اوبجكت من هون واطلبه من السيرفر يروح الطلب تاعي ويرد يرجع، طيب الاند تو اند ديلي بالاخير هذا الاند تو اند ديلي في 3 كومبوننتس. اول واحد الانترنت ديلي انه لما يطلع الطلب ويرجع على الانترنت هذا معطي الانترنت ديلي معطيه بالسؤال اصلا انه الراوند تريب تايم هي عباره عن 2 seconds. هيها الراوند تريب تايم فروم انستتيوشنال راوتر تو سيرفرز 2 seconds. فالانترنت ديلي 2 سكند. في جزء ثاني بشكل ديلي عندنا اللي هو الاكسس لينك ديلي اللي هو هون اللي حسبناه قبل شيء، مش حسبنا اليوتيلايزيشن 0.97 وقلنا انه هاي اليوتيلايزيشن قريبه من واحد وراح يكون في هيوج كيوينج ديلي. فبالتالي هذا يعني انه الاكسس لينك ديلي بطريقه انتويتيف يعني احنا بنتوقع انه اللينك ديلي هذا ياخذ مينتس بكون الرقم هذا قريب من واحد، هذا الديلي على الانترنت راح ياخذ دقائق. بينما على اللان ديلي اليوتيلايزيشن حسبناها 0.0015 يعني هذا قريب من الصفر هون الديلي، وبالتالي كونه قريب من الصفر هيو الاستيميت تاعه على سلايدات المؤلف بيحكي عن مايكرو سكندز. فتلاحظوا هون دقيقتين هون مينتس هون مايكرو سكندز، فبالاوفر اول بدها تكون الديلي بالمينتس بالدقائق.
فبالتالي هاي النتورك بالوضعيه التاليه فيها بور بيرفورمانس، واكيد اليوزرز اللي هون كل ما بده يطلب طلب اذا بده يستنى دقائق لغايه لما يرجع له الجواب مشكله، صح؟ خلينا ندور على طرق احسن لتحسين هاي النتورك ونحسن بالبيرفورمانس، تمام؟ نقول انه هل بنقدر نحسن بيرفورمانس؟ طيب احنا المشكله عندنا كانت هون انه الاكسس لينك عباره عن 1.54. طيب 1.54 هل بقدر ابدلها بشيء اسرع؟ يعني مثلا بدال 1.54 خليها 154 ميجا بت بير سكند، يعني زيد الكاباسيتي، زيدها 100 ضعف. الباقيات اعتبرهم نفس الفرضيات، راوند تريب تايم 2 سكندز، حجم الاوبجكت اللي بيجي اون افريج 100 كيلو بت، والريكوست ريت، الريكوست ريت من هون اللي بتطلبه من السيرفر 15 ريكوست بير سكند، وبالتالي عندي الداتا ريت 15% 15 ريكوست بير سكند في 100 كي، في 100 كي لكل ريكوست بيطلع عندي الافريج داتا ريت اللي هي 1.5 ميجا بت بير سكند. طيب نشوف الاكسس لينك يوتيلايزيشن شو صار عليه، شو صار عليه الاكسس لينك يوتيلايزيشن بالسلايد السابق قديش كان؟ بالسلايد السابق كان 97%. طيب حاليا بدل 0.97 صار الاكسس لينك يوتيلايزيشن 0.0097، يوتيلايزيشن قل. ليش؟ هاي منين حسبها؟ هاي حسبها قال لك اوكي انا عندي 1.5 الافريج داتا ريت، عندي 1.5، اذا بتقسمهم على 154 اللي هي الكاباسيتي هاي، اذا بتقسمهم على 154 بتطلع الاكسس لينك يوتيلايزيشن لا ايش؟ لا 0.0097، بينما سابقا كان 97%، هون كان عباره عن 97% اليوتيلايزيشن بالسلايد السابق، هون اذا بدنا نحولها لنسبه مئويه بصير 0.97%. طيب القيمه هاي approaches zero، القيمة هاي قريبة من الصفر، قريبة من الصفر هذا يعني إنه هون ما رح يكون في queuing delays، ما رح يكون في queuing delays، وبالتالي رايح تتحسن عندي performance. LAN utilization مفروض إنه ما تغيرش، لأنه LAN utilization هو عبارة عن 1.5 على 1 gigabit per second، بظل زي ما هو LAN utilization. طيب نشوف الend to end delay. الان تو اند ديلي، اول شغله في ثلاث كومبوننتس، الانترنت ديلي اللي هو 2 سكندز، والاكسس لينك ديلي. الاكسس لينك ديلي احنا قلنا هون اليوتيلايزيشن قديش صارت، اليوتيلايزيشن اللي هي 0.0097، وقلنا انه هاي ابروتشز زيرو، طالما انه ابروتشز زيرو بالسلايد السابق كانت مينتس، الان بدل ما يكون التاخير minutes بسبب انه حسنا من الكاباسيتي هاي، صار التأخير بملي سكند، صار التأخير بملي سكند، واللاند ديلي ظل زي ما هو بالمايكرو سكند. لاحظوا شو الدومينانت فاكتور، يعني هذا قريب، الجواب قريب من 2 سكند، الان تو اند ديلي قريب من 2 سكند لانه هذا بالملي سكند، تمام؟ طيب هون السلايد السابق كان في minutes، هذا السلايد السابق فتحت عليه، بينما لا آسف لسه كمان بدي شوط لما افتح عليه، بينما بالسلايد هذا انتوا لاحظوا انه تحسنت تحسنت البيرفورمانس، صارت الانت تو اند ديلي قريبه من 2 سكند، بينما بالسلايد السابق لما استخدمنا 1.54 كانت الديلي بالدقائق، هون الديلي صارت بالثواني وقريبة من 2 ثانية. لكن شو الكوست؟ الخط هذا بدل ما كان 1.54 اشترينا خط بكاباسيتي 154، وهذا الخط يعني انه بدك تدفع مصاري زيادة مشان تحسن سرعته 100 ضعف زي ما احنا شايفين، تمام؟ المثال هذا اسرع
لكن في عندك lots of money بدك تدفعها مقابل الخط الجديد. طيب الحل، هل في حل ثاني؟ قال لك شو رأيك إن نعمل install لويب كاش، يعني نعمل هون نجيب ويب كاش ونخلي الترافيك بدل ما يضل يروح على الإنترنت نحاول إنه في ترافيك معين نجيبه من السيرفر من هون، يعني هذا بده صفحة إذا موجودة على السيرفر خلها ترجع له، موجودة على السيرفر خلها ترجع له، فيش داعي تروح على الإنترنت دائما every now and then. إذا الصفحة موجودة ضمن الكاش جيبها من الكاش. فبالتالي لاحظوا هون حطينا كاش سيرفر بس اللينك الأكسس لينك خليناها القديمة اللي هي 1.54، يعني أنا ما بدي أحسن على اللينك هون، أنا بدي أحسن وين على الكاش سيرفر، بدي أضيف كاش سيرفر وخلي كل القراءات الثانية زي ما هي بنفس المثال. السؤال لما جبت الويب كاش أو الكاش سيرفر لما جبته هو بقول لك الكوست تشيب لانه عباره عن سيرفر وحتى ممكن يكون هاي بيرفورمانس بي سي عادي يفي بالغرض انه يشتغل كاش سيرفر، فبالتالي هاي الكوست تاعته راح تكون اقل بكثير من الكوست انك تشتري 154 ميجا بت بير سكند، تشتريها من انترنت سيرفيس بروفايدر هاي ات ويل كوست يو يعني سم اماونت اوف ماني. طيب جبنا الكاش سيرفر، شو صار باللينك يوتيلايزيشن فيما يتعلق باللان؟ لان يوتيلايزيشن شو صار فيها؟ طيب الاكسس لينك يوتيلايزيشن هاي تحسنت ولا ما تحسنتش؟ والافرج انت تو اند ديلي بالنسبه للانت تو اند ديلي اذا حسبناه هل هو بتحسن ولا لا؟ نشوف بالله. قال لك انه لنفرض انه الكاش هيت ريت 40%. شو يعني 40%؟ يعني أنا إذا بدي صفحة هون ككلينت احتمال 40% ألقاها على الكاش، 40% الهيت ريت. شو يعني الهيت ريت 40%؟ إذا بدي صفحة 40% احتمال على الكاش، شو ظل مني من الاحتمالات؟ 60% احتمال إنها تكون برا، يعني 40% من الوقت أنا بجيبها من الكاش واحتمال 60% أني أضطر أطلع برا وأجيبها من برا. فبالتالي 40% الهيت ريت معناته احتمال تكون موجودة على الكاش، 60% احتمال انها تكون برا ساتسفايد ات اورجين سيرفرز، هذول هم الاورجين سيرفرز الموجودات على الانترنت. طيب اذا حسبنا 60% احنا قلنا قبل شوي انه الافرج ريت عباره عن 1.5 ميجا بت بير سكند، هلا انا بدي اطلع 60% من الوقت منهم برا، فهذول ال 1.5 ميجا بت بير سكند لما بكون بس 60% بجيب منهم برا، فإذا بضرب 0.6 في 1.5 بيطلع عندي إنه الأفرج ريكوست عندي نزلت ل 0.9 ميجا بت بير سكند، يعني بدل ما تكون 1.5 نزلت لكام؟ ل 0.9. طيب قديش صار اليوتيلايزيشن؟ قديش صار اليوتيلايزيشن هون؟ اليوتيلايزيشن صار 0.9، يعني استغلينا 0.9 من أصل كام؟ من أصل 1.54. وإذا الرقم هذا 0.9 من أصل 1.54 نأخذ مثلا هاي نأخذ 0.9 تقسيم 1.54 بطلع عندنا الجواب كام؟ بطلع عندنا الجواب 0.58، يعني اليوتيلايزيشن قريبة من نص، قريبة من نص بعيدة عن واحد، قريبة من نص معناته الانترنت عفوا معناته اللينك هاي مش heavily utilized زي ما شفناها بالمرة الماضية كانت 97% المرة الماضية لان 58%، وبالتالي queuing delay راح يكون acceptable، وبالتالي الديلي بدل ما كان minutes بالحالة السابقة راح يكون بالملي seconds في اجزاء من الثانية الديلي. طيب نشوف ال end to end delay، بدنا نحسب ال end to end delay. 60% من الديلي المتعلق بال من الرحلة الطويلة، يعني هاي بنطلعش برا على الانترنت، نطلعش برا على الانترنت إلا 60%، ف60% من الديلي الخاص بالانترنت. طيب الديلي الخاص بالانترنت احنا حسبناه المرة الماضية اللي هو عبارة عن قريب من 2 ثانية، قريب من 2 ثانية، فبالتالي بنخذ 60% في 2 ثانية. طيب لما بجيب الداتا من الكاش اللي هو الديلي ساتسفايد ات كاش 40% من الوقت، 40% ضرب
ضرب الديلي لما بتجيبه من الكاش. لما بتجيب من الكاش قلنا انه الكاش قريب، الكاش قريب واليوتيلايزيشن تاع اللان هاي قريب من صفر، فبالتالي 40% في يعني الديلي هون بيقدر في 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 ملي سكند، في ملي سكند مش في سكند. طيب هلا الدومينانت فاكتور، يعني هذا الحساب تقريبي مش دقيق 100%، بس الدومينانت فاكتور هذا تقريبا بروح قريب من صفر، هاي عبارة عن ثانيتين وواحد بالمية من الثانية، يعني عبارة عن ثانيتين، فهاي ثانيتين في 6 في 10، يعني عبارة عن 6 في 10 تقريبا، لأن هاي الإشارة تقريبا 6 في 10 ضرب ثانيتين تساوي 1.2 seconds. لاحظوا المثال السابق، اشترينا كباسيتي عالية 154، وقدرنا نعمل 154 ميجا بت بير سكند، وقدرنا نصل لديلي مقداره 2 سكندز تقريبا، المثال السابق حوالي 2 سكندز. هون لما عملنا الكاش، قدرنا ننزل ايش، ننزل 2 سكندز ل 1.2 سكندز، يعني الكاش اعطاني بيرفورمانس اكثر، باستخدام الكاش سيرفر اعطاني بيرفورمانس اكثر، وما اضطريت، اعطاني بيرفورمانس اكثر على ايش، على كاباسيتي اللي هي 1.54. فالكاش وفر لي سرعة أفضل، وفر لي مصاري، بالنسبة للمصاري وفر لي على اعتبار أنه الكاش سرعته، الكاش سيرفر سرعته كلفته، آسف، الكاش سيرفر كلفته أقل من أنك تشتري أقل من أنك تشتري 154 ميجا بت بير سكند. تمام. الطريقة الأولى اللي حكيناها بتحسين البرفورمانس إنك تستخدم الكاش سيرفر. شفنا كيف الكاش سيرفر لما بتجيب صفحة موجودة على الكاش بتحسن البرفورمانس، ترجع لك صفحة مباشرة. إذا كانت موجودة على السيرفر، الكاش سيرفر بروح بجيب لك إياها من الويب سيرفر برجع لك إياها. تمام. طيب هل في طريقة ثانية إن نحسن البرفورمانس؟ الجواب نعم، باستخدام الكونديشنال، باستخدام الكونديشنال جيت. اذا بتستخدم الكونديشنال جيت في ال HTTP راح تحسن البرفورمانس. وبالتالي بالكونديشنال جيت انه the goal is not to send the object if cache has up to date cached version. اذا الصفحه اللي عندك على الكاش صفحه حديثه، ما في داعي انه السيرفر يودي لك اياها. يعني ليش انت مثلا، افرض انه انا طلبت صفحة اسمها index.htm، هاي الصفحة اللي طلبتها طالما انها up to date ما صارش عليها تعديل، ليش بدي اروح على 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 الاورجن سيرفر اجيبها وارجع؟ هاي الفكرة في الموضوع. فبالconditional get you specify a date of cached copy in HTTP request. اذا بقول له جيب لي الصفحة إذا تم التحديث عليها since date معين، يعني if modified since على سبيل المثال 1/1/2022، إذا تعدلت بعد هذا التاريخ جيب لي إياها، بس إذا ما تعدلت لا تجيب لي إياها، لأنه اللي عندي بتكون أحدث ما يمكن. فإذا الصفحة تعدلت بعد هذا التاريخ جيبها، إذا وجدنا على تاريخها عند السيرفر هو نفسه 1/1/2022، معناته النسخة اللي عندي هي أحدث ما يمكن، فيش داعي ترجع. نحاول نشوف بالله، كيف بتصير العملية. معلش خليني أمسح الشاشة. تمام. الكلاينت بال HTTP request بيقول لي جيب لي الصفحة if modified since the date هذا، والdate هذا بده يكون تاريخ عادي. إذا لنفرض إنه إحنا اليوم مثلاً 14/4/2022، أوكي، هلا بقول له
جيب لي الصفحة هاي الأوبجكت هذا certain object ممكن تكون صفحة HTML صفحة JPG أي object بيطلبوا ال HTTP جيب لي الصفحة إذا كانت متغيرة بعد هذا التاريخ إذا تغيرت بعد هذا التاريخ هل الأوبجكت not modified before هذا التاريخ لنفرض إنه الأوبجكت على السيرفر في عليه نفس التاريخ معناته ما تغيرت الصفحة هاي طالما ما تغيرت الصفحة بيرجع بالرسبونس هيدر مسج 304 إنه الأوبجكت not modified خلص إنه بما معناه إنه الصفحة اللي موجودة عندك يا كلاينت هي صفحة صحيحة 100% وما تم تعديل عليها على السيرفر فالأوبجكت not modified نشوف الحالة الثانية إنه بقول له جيب لي الصفحة if modified since التاريخ الفلاني لنفرض إنه هاي الصفحة تاريخها هون عندي اللي هو 11/4/2022 تمام حطيته هون وجدنا على السيرفر انه الصفحة تاريخها على السيرفر 14/4/2022 فتاريخ الصفحة على السيرفر شو ماله احدث من التاريخات فالأوبجكت موديفايد نعم طالما الأوبجكت موديفايد بحمل الأوبجكت وين بحمله الأوبجكت ضمن ال HTTP هيدر وبرجعه فبجيب الصفحة هاي بحملها على الهيدر وبرجعها للكلاينت فالكلاينت بصير عنده أي صفحة الصفحة هاي بتكون obsolete لو كونها قديمة لكن بتجيني الصفحة اللي تاريخها 14/4/2022 طيب كيف الconditional get بتحسن performance إنه الصفحة إذا صار عليها تحديث على السيرفر السيرفر بودي لي إياها بودي لي إياها بس إذا الصفحة ما صار فيها تحديث على السيرفر السيرفر بودي لي not modified not modified وما في داعي يحمل الصفحة أو يحمل الأوبجكت يحمله على الترافيك وعلى الإنترنت وبالتالي ندفع بنالتي وكوست بيرفورمانس إذا الصفحة تحدثت هي بيحملها ضمن الداتا هيدر بيحملها ضمن الداتا هيدر بهيك بنكون لخصنا موضوعنا عن الويب كاشينج والجيت والويب كاشينج والجيت هم طريقتين لتحسين البرفورمانس نوقف هون ونقول آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.